أعتقد لا، هو القضية أن السيد السوداني قد قالها قبل فترة بأنه سيقدم طعنا، وقبله وزارة المالية قالت سنطعن في بعض المواد التي لا تتوافق مع عمل الحكومة الإصلاحي، خصوصا أن هنالك سيكون هدرا في المال العام، وهذه قضية مهمة يجب أن نفهمها. وهو اليوم يعني حقيقة حينما نقرأ هذه القضية هو إيفاء لما تعهد به مع الديمقراط الكردستاني بأنه سوف لن يذهب إلا مع الاتفاق التي وقعها مع السيد مسعود برزاني، وهذه الاتفاق تفضي بأنه يجب أن تكون هنالك يعني تمضية لكل الفقرات، ولكن ما حصل هو حصل انقلاب داخل البرلمان على هذه على الاتفاقية السياسية المبرمة مع الديمقراط الكردستاني، وبذلك السيد السوداني يسعى جاهدا إلى إعادة الأمور إلى نصابها، وهو بوابة اطمئنان جديدة للديمقراطية بأن باقي الفقرات هي ستمضي من مادة 140 وقانون النفط والغاز، وهذا مهم جدا. ولا أعتقد بتقديري الشخصي أن هنالك من سيقف أمام هذه التعديلات وهذه الأمور، لأنها ستكون من باقي يعني هنا أستاذ نبيل ربما عدنا إلى المربع الأول من السؤال، من الذي فرض هذه التغييرات؟ أو ليس قوى في الإطار التنسيقي تحت يعني يافطة الأغلبية؟ وهنا لربما السيد السوداني بهذه الخطوة قد يعني خالف الإجماع، إجماع الإطار، هل سيسبب له حرج؟ السيد السوداني اليوم بتقديري خرج من شرنقة الأحزاب، صحيح أنه من داخل الإطار، والإطار هو الذي رشح السيد السوداني، ولكن هذه الحكومة تختلف عن كل الحكومات باعتبار أن التيار الصدري غير موجود ومراقب يعني لهذه العملية السياسية، وأي أمور ستخرج من هذا الباب سينهار أصلا الإطار، وسوف لن يكون هنالك سوف لن تكون هنالك عملية سياسية، وبذلك نعتقد أنه يسير بخطى ثابتة مع امتعاض بعض مكونات الإطار، ولكن بتقديري أنه سيمضي بهذه الأمور، وإلا ما الفائدة من العملية السياسية إن لم تكن إصلاحات حقيقية؟ صحيح كما تفضلت حضرتك هنالك قوى ممتعضة هنالك أمور، ولكن أنا أعتقد أنه بدأ يسير بالطريق الصحيح، ولكن هل سينجح؟ وهذا السؤال المهم، أعتقد أن الأيام أو الأسابيع القليلة ستجيب.